طب يلا انتي هتورينا ازاي نعمل الكيك اوكي التزيين. احنا طبعا عجينة السكر تاني، احنا التغليف بتاع التورته عملناها كتير جدا مظبوط وعارفين ازاي بنعمله، وبس الاشكال الخارجيه دي بقى اللي كل مره يبقى في حاجه جديده معانا. تمام. ورينا. لو حابين ممكن نعمل نفس الديزاين بتاع الكيك ده او نغير فيه شويه، ندي للناس افكار مختلفه. يعني اني ممكن احط الالوان دي، بس هي للاسف الطبق مبلول. اشيل منها الستيكس دي. تمام، انت هتعملي اللي هو هلزقهم هنا. هتلزقيه هنا قدام. تمام، اللي هو الالوان اللي هي بنشوفها في السما دي الجميله دي، بتبقى لايقه قوي مع الحصان اللي هو اليونيكورن. اليونيكورن، بس بشيل دول. تمام، الناس مش شايفه. تمام، دي كلها عجينه سكر ومبرومين طبعا محطوطين على بعض بالظبط نفس الطريقه دي كده. دي افكار يا جماعه، يعني انتوا ممكن تعملوا نجوم بس، بالزبط. ممكن تعملوا الحصان بس، ممكن تعملوا دي بقى السحاب. دي السحاب من الحاجات اللي كنت فاكره ان طريقتها صعبه وطلعت طريقتها سهله جدا. وانتي حسيتي اشمعنى النهارده حبيتي تقدمي اليونيكورن؟ يعني قلنا اجواء بقى ان الدنيا بتمطر وبتاع والسما فيها الوان، ف ايوه صح. كده كده هنا مثلا. تمام، ده الحصان اليونيكورن. طيب احنا هنحتاج بعد ما تحطيها بقى تروحي لفاها شويه لليمين. طيب طبعا الحصان ده معمول ازاي؟ انتي فردتي عجينه بيضه، قطعتها بايدي بالظبط من عجينه السكر، بالزبط. وقطعتي حوالين داير شكل الحصان. أيوة. وبعدين حطيت له الالوان اللي هي بتاعت الشعر وكده، برضو كلها عباره عن عجينه مبرومه، وحطيتها بعد كده على الحصان. عايزاكي برضو تلفي اكتر شويه عشان الكاميرا تجيب الحصان اكتر. تمام، يلا يا داير. ايوه بصوا اهو، واحده كبيره واحده صغيره. وبتفردي العجين وبتقطعي، بقطع بيها، وهي بيبقى فيها زي مكبس بيطلع العجينه مره تاني. حلو قوي. وبتلزقيهم طبعا بشويه ميه وسكر بودره. هو صح؟ ميه ولا ميه بس؟ ميه كفايه لان هي عجينه سكر اوريدي، اول ما بتحط عليها الميه فبتلزق يعني. تخيلوا بقى الولاد بقى لما يقعدوا يحطوا النجوم الملونه الخطيره الصغننه دي. هما بيقعدوا معايا في البيت بقى بديهم حتى اكون خلاص مستغنيه عنها، ويعملوا اشكال بقى وما براحتهم يعني. بلزقهم كده جنب بعض. اوكي، اكتر حاجات بتطلب منك ايه بقى؟ انت شغاله اونلاين صح؟ مظبوط. ايه اكتر حاجه بتطلب منك؟ يعني هو بالنسبة للبنات هو اليونيكورن وال الشكل بتاع عروس البحر. وهو الفكرة ان انت بتشوفي الشكل بس معمول ازاي وبتطبقيه. ايوه شايفين بتثبتها على قطاعة مدورة بحيث انها ايه تثبت الشكل ده معاها. ان شاء الله بقى مره جايه تورينا بقى الحصان بيتعمل ازاي بقى أكيد. بالتفاصيل ان شاء الله. ان شاء أكيد. الله. لو حابين في ممكن شكل السحابه برضو. يا ريت. يلا بينا. يلا بينا شوف السحابه كمان اللي هي حطاها فوق. بنجمع مجموعه كور كده بايدينا، يعني هوريكم طريقه سريعه. اوكي هنا كده. خليكي الناحيه التانيه احسن عشان المخرج يعرف يجيب الشغل بتاعك. في انواع طبعا، في اللي بطعمه سكر قوي، في طعمه بيبقى لذيذ كده شويه، بس طبعا باكد ده للمناسبات فقط، مش لليوم العادي ولا لنظامنا العادي، ده للمناسبات لاعياد الميلاد كده بس. وطبعا العجينه بتضطر قبل ما تعمل الفرد ده، لان العجينه بتكون ناشفه اول ما الواحد بيجيبها، فبتضطر في الايد او في الميكرويف. الميكرويف بالزبط. ثواني بسيطه جدا بس كده. التكيب دي لازم نقولها يا جماعه. ايوه مهمه مهمه. اي حد اصلا بيبدا المجال ما بيبقاش عارف المعلومات دي، ويجيب عجينه السكر ويتصدم ويرميها. ايه ده ايه ده، الحاجه الناشفه دي نعمل بيها ايه؟ ولازم الواحد يفهم كده قبل ما يتشتروا عشان تبقوا عارفين. بس انا بلم الزياده من ورا وبقطعه. لميتي كل الكور تحت العجينه بالزبط. وتبتدي بقى تشكليها كده بضغطات بسيطه بحيث ان يبان الكور بالزبط. حلو قوي.
بس كده بانت كأنها سحابة. تمام، بتتحط بقى بأي شكل حابينه يعني. اهي تمام. تسلم ايدك بجد، نورتيني. حابه تقولي اي حاجه قبل ما نروح الفاصل؟ لا تمام، انا مبسوطه بس جدا ان انا طلعت معاكي حقيقي، ده شرف ليا يعني من زمان وانا بحبك جدا والله يا حبيبتي. انا بشكرك.